أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز الثامنة الذي يأتيكم من إكسترا نيوز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري له الفضل الأول في تحمل أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن مصر لها تجربة رائدة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي. كما دعا رئيس السيسي إلى مقاربة دولية شاملة لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله، مشيرا إلى ضرورة التصدي للإرهاب ومكافحة خطاب التطرف عبر إعلاء قيم التسامح. كما أكد الرئيس أن مصر طلبت باتباع نهج شامل للقضاء على التنظيمات الإرهابية ومنع تمويله. أيضا أشار رئيس السيسي لأن مصر كعضو مؤسس في الأمم المتحدة لطالما كان لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت المظلة الأممية. كما أشاد السيسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وما تتسم به من طابع تاريخي. جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي. كما تناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تتميز بالمتانة والرسوخ. شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الكاملة لأهالي محافظة بني سويف، وأشار خلال تفقده للمحافظة إلى أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الطبية والتعليمية للمواطنين. نهاية هذا الموجز، لكن بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.